عمليات وتمام وصول الحاوية. بعد مراقبة مستمرة لشهور طويلة، تم رصد تشكيل عصابة تخصص في تهريب مخدر الحشيش. ضربة أمنية نتيجتها 30,000 طرب حشيش بوزن 6 طن بقيمة 480 مليون جنيه. دي كانت مجرد البداية، لكن اللي جاي كان أكبر بكتير. المعلومات بتأكد إن التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم، زائد كمية كبيرة من مخدر الهيروين. مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعوضوا خسارتهم في القضية اللي فاتت. فريق البحث حدد هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة. أغلبهم أشخاص عاديين من الصعب الشك فيهم. الشواهد كلها بتأكد إننا داخلين على عملية كبيرة. خلال مراقبة أحد أفراد التشكيل، تم رصده بيشتري سفينة سياحية متهالكة، اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها، مش متناسبة مع حالتها. من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا ليها. وبعد تقنين الإجراءات، رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دفع رباعي داخلة من الضروب الصحراوية. الاتصال بيأكد إنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم. بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكد وصول السيارات وتسليمهم للشحنة. وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول إن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين عن طريق شاحنة من أحد المواني. تم يا فندم خروج السيارة وجري متابعة. كانت تحدي كبير إننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصابي ونظبطها قبل ما تتوزع. خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بندور عليه وأهم موقع للتشكيل، مكان اختاروه بدقة من الصعب الوصول ليه. رفعنا كل تفصيلة، المداخل والمخارج ونقاط التمركز، وحصرنا عدد الأفراد والسلاح. تضاريس الموقع كانت تحدي ومراقبته كانت صعبة للغاية نظراً لوعورة المكان وسهولة كشف أي محاولات للاقتراب. مجموعات المراقبة قدرت خلال وقت قصير تأكد إن في مغارة داخل الجبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدرة. خلال عمليات المراقبات اشتبه أحد الضباط في شخص سبق رصده في قضية سابقة، ومن خلال الكمين اتأكدنا إن بيانات بطاقته مش صحيحة. بعد مراجعة أرشيف الإدارة اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف، وتأكدنا إنه متهم رئيسي في عملية تهريب سابقة وهارب محكوم عليه. انتحل اسم جديد وتم وضعه تحت المراقبة الدقيقة. تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتعوق وتبطئ حركة القوات، وتضاريس الصحراء الصعبة، وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصابي. فاستعنا بقوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي.
فندم بدء رصد حركة غريبة على المركب. السفينة السياحية اتحركت وأفراد التشكيل العصابي حملوا الشحن عليها تحت عينينا لحظة بلحظة، وبدأ العد التنازلي للحظة الهجوم. بعد ما رصدنا وصول المشتبه فيه الرئيسي للسفينة وبقينا في الوقت المثالي لتنفيذ العمليتين، قوات مكافحة الإرهاب هتتحرك في اتجاه الهدف بزوارق الضفادع البشرية. هيتم الإنزال وهتسبح القوات مسافة 2 كيلومتر في النيل لحد جسم السفينة. قوات الكوبرا هتمشي لمسافة 8 كيلومتر في سرية كاملة. الهدف السيطرة على النقط الحصينة للتشكيل العصابي قدام المغارة. تمام هدوء الحالة على المركب ومفيش أي تحرك حاليا. عمليات تمام هدوء الحالة واستمرار عمليات المراقبة. احنا جاهزين يا فندم للتنفيذ. تمام على بركة الله. تم تحديد توقيت التنفيذ المثالي بشكل لحظي. الغطس والاقتراب من السفينة في النيل كان من أهم العوائق اللي اضطرينا لاجتيازها، وبدأ الاقتحام الصامت تحت تأمين القناصة من نقطة المراقبة الثابتة. والأهم إن الاقتحام كان لازم يتزامن مع مداهمة المنطقة الصحراوية لإحكام السيطرة على كافة أفراد التشكيل. الوصول للمغارة تطلب مجهود كبير من الإخفاء والتمويه. تم الغطس باستخدام الدائرة المغلقة وبوصلة التوجيه وجهاز التحرك السريع تحت الماء. لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام. تمام السيطرة على المحركات. تمام وجود هدفين على بعد 450 متر، مسافة ما بينهم 200 متر. هدفك اتجاه الساعة 11، اتحرك. قناصة 1 و2 استعداد. نقاط التأمين كان الضمان الرئيسي لنجاح عملية الاقتحام.
تمام السيطرة على كابينة القيادة. قوات الدعم تتحرك فورا. وصول قوات الدعم عامل مهم في نجاح أي عملية. استخدمنا خلال الاقتحام أجهزة متطورة ومعتمدة دولياً للسيطرة على المتهمين. في عربية غريبة داخلة على القوات. وسط ضربات كتير لحماية بلد كل حدودها مهددة من تجار الموت، هدفهم عقول ولادنا وصحتهم، وده اللي بيخلي شعارنا دايما لازم نفضل عيون الوطن. اللي بيضل في ولادنا واللي بيحارب بلدنا مش هيفلت من ايدينا، لابد يعرف غلطته. ألف مرة ومرة قلنا احنا راسنا لنا في عقولنا، كل واحد فينا لازم يكون بكامل قوته. والكل عبد ما خدش باله ابنك ده بلده محتاجاله، خلي عينيك دايما علينا ابننا، واحنا عيوننا تملي صحية ورجالتنا في كل ناحية. هي حرب وحربنا مش هينا، والكل عبد ما خدش باله ابنك ده بلده محتاجاله، خلي عينيك دايما علينا ابننا، واحنا عيوننا تملي صحية ورجالتنا في كل ناحية. هي حرب